كما شاهدتم هناك قاعة تقنية ديال اللي كتمكن العناصر الأمنية بفرض مراقبة يعني على مختلف يعني المقاطع ديال ميناء طنجة المتوسطي، وهذا أمر إيجابي سيمكن الموظفين في أداء مهمتهم على أحسن وجه وفي ظروف مريحة، وتقديم خدمة طبعا في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، وتقديم خدمة في المستوى المطلوب سواء للمواطنين أو الأجانب الذين يعبرون هذا المركز المينائي. وبالمناسبة لا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر مختلف المراسلي المواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة مختلف المنابع ديال الإعلام